فاجأت الفنانة المصرية أمال ماهر جمهورها من جديد بقرار عدولها عن الاعتزال الذي كانت قد اتخذته قبل حوالي الأسبوعين، وأعلنته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. واختارت أمال ماهر نهاية الأسبوع الماضي نفس الحساب والطريقة من أجل إبلاغ جمهورها بهذا الجديد، كاشفة لهم الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعتها لإعلان اعتزالها الذي أثار الكثير من الجدل، وتم بواسطته اتهام بعض المشاهير في الضغط عليها ومحاربتها. وكتبت أمال ماهر عبر الفيسبوك: جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط. وتابعت: لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي، وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال. وختمت قائلة: لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للإطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي ألتقي بكم. وقد حظي القرار الجديد لأمال ماهر بترحيب كبير من قبل جمهورها ومحبي صوتها الذين عبروا عن مؤازرتهم لها في الظروف الصعبة التي تمر بها، وعن أملهم في سماع أحدث أعمالها الغنائية. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.